سبريد باي بلاد اللي هي الفوليكولر، وواحده ما تفرقش معاها تسبريد باي طريقه ايرلي باي حته بالليمفاتيك او بالايه بالبلاد اللي هي ايه المدلري. يبقى لو لقيت ايرلي لينف نود انلارجمنت اول حاجه اتوقعها البابيلاري، تاني حاجه اتوقعها ايه مدلري، تالت حاجه اتوقعها ايه الهيرتل سيل ايه كارسينوما. شفت التجميع عامله ازاي؟ وعشان كده لما قلت ثلاثه بيمروا ايرلي بالبلاد ما حددتش قلت ثايرويد كارسينوما وسكت. ليه؟ لو كنت حددتها وقلت فوليكولار ها كان واحد جه قال لي ايه طب والمدلري، والمدلري بقى المدلري يا دكتور طب ما هي سبريد ايرلي باي بلاد، ما هي مش احنا بنقول اهي سبريد باي ايه باي حاجه. ماشي فهمتوا بقى؟ اخر حاجه اللي هي الانابلاستيك او الاندفرنشيت، كلمه انابلاستيك يعني اندفرنشيت مش مميزه، ما فيهاش حاجه بقى مميزه خالص، لا فيها بابيلي ولا فيها ايه ولا فيها بتاع ده فوليكلز مالجننت فوليكلز الريجولارلي ايه مالجننت فوليكلز، ولا فيها شيتس ولا حاجه. دي عباره عن ايه حاجات كتير قوي، يا اما صغيره انسولار بنسميها انسولار تايبز كتير جدا، يا اما لارج، واللارج دي يا اما جاينت سيل ها يا اما سبندل سيل كارسينوما. في حاجه اسمها سبندل سيل كارسينوما، مش احنا نعرف ان السبندل سيل دي ساركوما؟ ادي بقى ايه واحده من السبندل سيل كارسينوما اتيز اندفرنشيتد تايب. بصوا اللي ايه الانسيدنس بتاعها صغير الحمد لله انها ايه قليله، وبتيجي في سن كبير الست بتكون شبعت من ايه الحمد لله من حياتها يعني 60 سنه. ماشي طيب الريسك فاكتور ايه بقى؟ بصوا يا اولاد ثايرويد ادينوما اند لو جريد بابيلاري اند فوليكولار ايه كارسينوما وجويتر، يعني تحصل في كل حاجه، يعني ممكن تبتدي بابيلاري وتقلب بعد كده اند فرانشيتد، ممكن تبقى فوليكولار وتقلب بعد كده بايه اند فرانشيتد، ممكن فروم ذا ستارت تبقى جويتر مالتيبل نودولار جويتر ويز ادينوميتاس جويتر. فاكرين لما قلت لكم في ادينوميتا جويتر جويتر ويز ادينوما ها جزء منها ايه بيبقى ادينوما عامل زي الايه سوليد، ده اللي يتحول ايه ليتر اون الى ايه الى اند فرانشيتد او انابلاستيك. لا بتدي ثايروجلوبلين ولا هتدي ثايروكالسيتونين نيجاتيف، لكن هتدي كارسينو امبريونيك انتيجين، كارسينو امبريونيك انتيجين بوزيتيف. يبقى واحده هتدي ثايروجلوبلين وهتدي الايه الهيكتور دي بوزيتيف دي اللي هي الايه بابيلر، واحده هتدي الثايروجلوبلين وهتدي ايه ومش هتدي الايه مش هتدي الهيكتور اللي هي الفوليكولار ما عدا طيب منها بس اللي هو الهيرتل. المدلري لا هتدي لا دي ولا هتدي دي لانها مش طالعه من الايه اصلا من الثايرويد فوليكل، يبقى هتدي ثايروجلوبلين نيجاتيف. هو الثايروجلوبلين ده بيطلع منين؟ مش بيطلع من الفوليكل سيلز لايننج سيلز، انما تدي ايه بقى المدلري تدي بوزيتيف لايه ثايروكالسيتونين. يعني لو جيت عملت له ثايروكالسيتونين هتلاقيها بوزيتيف في المدلري. الانابلاستيك لا تدي لا ده ولا ده ولا ده، لا تدي هيكتور ولا تدي ثايروجلوبلين ولا تدي ايه ثايروكالسيتونين، لكن تدي مين كارسينو امبريونيك انتيجين لانها ابيثيليال سيلز. الكارسينو امبريونيك انتيجين ات از نون سبيسيفيك انتيجين. نون سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني ممكن يكون موجود مع مع تيومرز كتير قوي في حتت كتير. خلاص؟ رابيدلي جروينج اجريسيف كورس وايدلي سبريد. ادي ده السمول سيل تايب، بص صغيره ازاي؟
وسيبريتد فروم ايتش اذر باي ايه؟ ديليكيت كونكتيف تيش. ديليكيت يعني ايه؟ رفيع قوي، ماسس كتير قوي، وديليكيت ايه؟ كونكتيف تيش اهو. تعالوا هنا، ذيس از ا لارج، النيوكليس بتاعتها لارج اهي، كبيره. شوف النيوكليس دي من النيوكليس دي، بالله عليك دي صغيره اهي، ودي ايه؟ النيوكليس دي ايه؟ كبيره. طبعا اللي قاعد ورا ده الله يكون في عونه، ها؟ ما خلاص يا ابني، دي قبل الاخيره خلاص. ماشي، توكل على الله. اللي ورا خالص ده الله ينور عليه، بتتفرج على ايه؟ تعالى بس وريني الجوال الجميل بتاعك ده، تعالى وريني بتتفرج على ايه. بتطلع بتاع ده، بتطلع الحاجات اللي احنا بنقول عليها.